متابعي مشاهدي بابة اخبار اليوم في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم. معاكم محمد وائل وكابتن طارق السيد نجم نادي الزمالك. طبعا بنشرف فيك يا كابتن حبيب. وبنسالك على توقعاتك وانطباعاتك على مباراه السوبر بين الاهلي والزمالك بكره ان شاء الله. ماتش السوبر ما بقاش ليه توقعات، ماتش السوبر حسب الجيم نفسه ووقته وحسب حاله اللعيبه في اليوم ده. انما طبعا اكيد بتمنى الزمالك ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه ويقدر يحسم بطوله السوبر، بطوله قاريه كبيره. الزمالك ان شاء الله باذن الله قادر ان هو يحسم. يمكن جمهور نادي الزمالك قلقان شويه من المستوى اللي ظهر بيه نادي الزمالك في الماتشين الافريقيين قدام الشرطه الكيني، انطباع حضرتك برضو عن المستوى اللي ظهر بيه نادي الزمالك؟ ما عنديش مشكله خالص ان الماتشات دي تبقى كده، انما الزمالك في ماتشات القمه بيبقى ليها حسابات خاصه وحسابات ثانيه خالص. فلا انا ما عنديش متخوف خالص من الماتشين اللي اتلعبوا في الشرطه الكيني او البوليس الكيني، انما الموضوع خاص بماتش الاهلي والزمالك يبقى ليه تركيزه بحساباته بموضوعه، فما ما تربطش ده خالص. الزمالك عنده افضليه نفسيه على الاهلي في السوبر الافريقي عشان خد بطوله منه قبل كده؟ اكيد اكيد. الماتشات دي بتبقى ماتشات البطوله الواحده، اليوم الواحد او البطوله الماتش الواحد يعني بالبطوله، الزمالك بيعرف يعمل ده كويس قوي. وكان بتسقط في الكاس مصر كمان لو خدت بالك فيه جدا جدا جدا. ان شاء الله باذن الله يقدروا يعملوا ده في ماتش السوبر. والزمالك قادر، والزمالك كبير، محدش يا جماعه يخوفك من الماتش ده خالص. ان شاء الله الزمالك يقدر يحسم الموضوع. بالنسبه للصفقات، مع ان جوميز يدفع بصفقات جديده ولا ما يخليه في الاسكواد؟ حسب وجهته اكيد 100% احنا جايبين صفقات، او الزمالك جايب صفقات عشان تلعب. عمر فرج مشلاك، محمد حمدي، بنتايج، انما هو حسب رؤيته، هو حسب تركيبه، هو حسب الجيم نفسه، هو محتاج مين فيهم. بس ان شاء الله باذن الله الصفقات الجديده تقدر تعمل حاجه مع نادي الزمالك. على الناحيه الثانيه والمعسكر الثاني، مين ممكن يقلقك في النادي الاهلي شويه؟ لا هو الفرقه كلها تيم، انت بتاع الزمالك مرعب والاهلي فرقه كبيره وفرقه مرعبه. فهو الماتش بتاع اليوم يعني عايز اقول ايه؟ زي ما انا عامل حساب هنا هم عاملين حساب هناك. وخلي بالك نفس كمان نهائي افريقيا اللي هو شفت الزمالك كان عنده سكواد قوي، طارق حامد سياسي، والاهلي خد الماتش بالفعل. فهي الماتش حسب حاله اللعيب في اليوم، ان شاء الله باذن الله السكواد موجود، سكواد قوي. النادي الاهلي نادي كبير بيتعمل حسابه، الزمالك عامل حساب النادي الاهلي بشكل كبير جدا، الاهلي عامل حساب الزمالك بشكل كبير جدا. ان شاء الله باذن الله بس التوفيق يكون حليف الزمالك ان شاء الله. ما عندكش توقع النتيجه؟ لا ان شاء الله الزمالك يكسب. الزمالك يكسب. ماشي يا كابتن، شكرا يا كابتن.